تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني. ورفعت معالي رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، منوهة بأن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تبذله الحكومة الموقرة من دعم مستمر للسلطة التشريعية لهو خير دليل على حرص سموه بأن تكون البحرين نموذجا ناجحا من نماذج الدول المتقدمة من خلال ما تشهده البحرين من سلسلة من المشاريع التطويرية المهمة التي تحمل بصمات رؤية الحكومة المستقبلية لخدمة البحرين. وأكدت معاليها حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون القائم والمعهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم للوطن والمواطن، داعية المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة ولمملكتنا مزيدا من التقدم والازدهار.